أهل عبري عشاك الفيفاي، الفيفاي الزعفراني السكري، أحد الأخوة جايكم من منح جايب لكم الفيفاي العماني الطيب، وواقف عند دوار كاواس عند مصلى العيد تحت المظلات جايب لكم بالكراتين وبأسعار صراحة ما تتفوت، يعني الكمية محدودة وبتطير إذا ما لحقت. هذا طبعا جماعة الخير الفيفاي وصل إلى عبري السكري الزعفراني الكرتون فوق 10 كيلو، تاخذ لك كرتون ب3 ريال، لكن إذا خضيت 2 ب5 ريال لعيونكم، هذه الكمية اللي واصلة إذا ما لحقت بتطير عليك. ففرصة جماعة الخير، أول شيء السعر غاوي محلي سكري، وبنراويكم قطعة منه يوم القساس يتذوق، ففرصتكم عند دوار كاواس عند المصلى تحت هالمظلات هذولا، فتعالوا جماعة الخير خلا ليل. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله على فيفاي الزعفراني السكري اللي وصلكم من منح، ما شاء الله تبارك الله. جماعة الخير فرصة فرصة الحق ما تلحق، بنتذوق شوية عن إذنكم جماعة. جماعة الخير أمانة لذيذ والله، دعم اللبس يستاهل مارين، وشفنا هالرجال هذا صراحة الفيفاي جميل جدا وحار وسكري، شردبو القساسي شردبو الحق.